جميل. اللائحه. تمام. الاتحاد الافريقي عاقب الترجي بغلق مدرجات طبعا بعد الاحداث اللي شهدتها مباراه الترجي واول اغسطس بريمير اغسطس ورجعت تراجعت في القرار، من وجهه نظرك ليه؟ ما هم لما اوقفوا هذا الموضوع كانوا وقفوه في مباراه سابقه من فتره طويله، فلما انطلبوا منهم في النهائي لازم يكون الاستاد كله كامل عشان يستوعب 60,000 متفرج، هي الاتحاد الافريقي لجنه المسابقات اجتمعت النهارده واعلنت انها هي سمحت لنادي الترجي ان يكون الاستاد كله بالكامل حتى تطلع مباراه يعني تشرف النهائي الافريقي، وبالتالي هذا الامر الاتحاد الافريقي يعني حريص على انه المباراه النهائيه تبقى فول ستاديوم يكون مليان كله، وبالتالي لكن رفضوا بقى، رفع العقوبه عن الانذارات اللي موجوده، 2 انذار ايقاف اللاعبين اللي هم فرانك كوميك وشمس الدين الزوادي. اه دول اترفضوا. طيب انا يعني في جيم كده خفي شويه، بيقول لك الاتحاد التونسي هو اللي بعت وقال ان في احداث حصلت وان هو لازم تحققوا فيها كاتحاد افريقي، وفي ناس بتلوم الاتحاد المصري ان هو ما وقفش جنب النادي الاهلي، ايه اللي كان ممكن يقدر يعمله الاتحاد المصري وما عملوش؟ والله طبعا انا سمعت الكلام ده امبارح في بعض القنوات انه اتهموا الاتحاد المصري بالتقصير في انه ما دافعش عن موقف النادي الاهلي زي ما الاتحاد التونسي يعني دافع عن حقيقه. الاتحاد التونسي حاسس انه مظلوم، فبالتالي اشتكى طلب انه 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 ضربتي الجزاء مش ضربتي الجزاء، وطلب انه يوقفوا وليد ازارو، وطلب انه يترفع عنه ايقاف المدرجات اللي موجوده، فبالتالي عنده هو عنده طلبات عملها. هنا الاتحاد النادي الاهلي يعني الاتحاد المصري تحرك بعد كده بعد خطاب للاتحاد الافريقي عشان يامن الفرقه هناك ويامن النادي الاهلي، فبالتالي الاتحاد المصري تحرك بعد ما تحرك يعني بعد العقوبات، ما تحركش قبل العقوبات لانه ما فيش شكوى يعملها يطالب بيها. ايوه هيتحرك قبل عقوبات يعمل ايه؟ مفيش، ما فيش، ما عندوش حاجه يتحرك فيها. الاتحاد المصري بعت خطاب للاتحاد الافريقي طلب منه انه يؤمن اللعيبه وانه هناك يكون في نوع من الالتزام على المباراه النهائيه، لكن ما طلبش انه ضربتي الجزاء صح ومش صح والحاجات دي ما يقدرش يتكلم فيها لانها حاجات احداث حصلت. طيب ناخد